أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أهمية انعقاد حوار المنامة في دورته الحادية عشرة، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوارات تمثل فرصة للبحث عن حلول للأزمات في المنطقة. وفي تصريحات خاصة لمركز الأخبار، أكد ياسين أن الحكومة اليمنية فتحت حوارا وطنيا مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، لكن هذه الميليشيات استمرت في جرائمها ضد أبناء الشعب اليمني. حوار المنامة حوار مهم بالتأكيد في عامه الـ11، يؤكد على أن ليس هناك من مخرج لأي مشكلة إلا من خلال الحوار، وهذا ما كنا قد قمنا به أيضا في داخل اليمن من خلال الحوار الوطني الشامل. ولكن كما تعرف أن ميليشيات الحوثيين وصالح وبدعم من إيران قاموا بالانقلاب وقاموا بكل الجرائم الوحشية التي يرتكبونها في داخل تعز حتى اليوم. كل هذه الجرائم التي لن يسامحهم عليها ليس فقط التاريخ، ولكن سيحاسبهم أجيال الوطن العربي على ما ارتكبوا. نأتي اليوم إلى المنامة حتى نتكلم عن مستقبل اليمن، كيفية وضع الأولويات الحقيقية من أجل أن يكون هناك خارطة طريق تمنع أي ميليشيات مسلحة أو أي جماعة تريد أن تنتهك منهج العنف ومنهج القتل ومنهج تدمير الدولة أو خلق دولة من داخل دولة. نأتي اليوم حتى نضع هذه الأساسيات نحو كيفية الذهاب إلى حقيقة استراتيجية واقعية بالتعاون مع أشقائنا في دول الخليج وفي العالم كله.